بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا يا حبايبي دلوقتي كنت وعدتكم إن أنا لما أخلص الطقم اللي أنا قصيته وصورته الفيديو اللي قبل اللي فات، وعدتكم إن أنا لما أخلصه هوريه لكم هفرجكم عليه. أنا دلوقتي حطيت زودت عليه متر قماش سادة، عملت بيه المنظر اللي على الخدودية ده، والمنظر كمان اللي على الملاية دي. المنظر ده عملت له كورنيشة كده، جبت متر قماش اللون لون من الألوان اللي موجودة في الطقم. المتر القماش أخدت منه 80 سنتي، قسمتهم نصين بقى شريطين، كل شريط 40 سنتي. الأول أخدت منه 50 سنتي، عملت المنظر اللي على الخدودية ده، الحتة دي كده عملتها ب50 سنتي، قسمتها نصين وعملتها. بعد كده ال20 سنتي اللي اتبقوا من المتر عملتهم، قطعتهم شريطين، كل شريط 10 سنتي، عملت بيه الكورنيش ده، ركبت بيه الكورنيش ده. بعد كده باقي ال80 سنتي اللي انا عملتهم شريطين، شبكتهم في بعض وعملت بيهم الكورنيش ده كده. كان الكورنيش ده عرضه 40 سنتي. الملاية بقى انا اخدت منها من جوه، من الجزء اللي جوه هناك ده، من هنا الحرف الملاية اللي بالعرض ده، اللي بالعرض ده اخدت 40 سنتي، عملتهم 4 شرايط. ال4 شرايط عملت بيهم شريطين، عملت الكورنيش ده بشريطين، وكمان الكورنيش ده بشريطين تاني. يبقى ال40 سنتي قطعتهم 4 شرايط، عملت بيهم الكورنيشين اللي هما في الملاية، المنظر اللي في الملاية ده. وادي كيس المخدة على ركامة، حطيت الركامة على الكورنيشة دي، وحطيت ركامة من تحت كده، وبعدين حطيت ركامة كورنيشة هنا كده على الخدودية دي. الخدودية اهي شكلها جميل جدا، حلو قوي. بنتي بتقترح عليا ان انا ادخله في يونكات، بس انا حبيت اعمل الطقم ده كده من غير فينكات. انا دايما بعمل فينكات يعني، بس انا قلت ايه تغيير يعني، اخليه من غير فينكات كده، يبقى منظر تغيير يعني كده. ادي كيس المخدة كده، وادي كيس المخدة التاني، ادي كيس المخدة التاني كده عليه ورد وبنيل. يا رب يعجبكم، وان شاء الله واحده واحده كده. انا برضو هبقى اشرح لكم بالتفصيل انا اخدت الكورنيش ازاي وعملته ازاي، وهشرح لكم بالتفصيل الكلام ده ان شاء الله في فيديوهات جايه ان شاء الله كده، واحده واحده كده، بس اتعلم التصوير شويه يعني، وبعدين اشرح لكم بالتفصيل ان شاء الله كل حاجه ان شاء الله. يا رب الطقم يكون عجبكم. الطقم ده اخد 4 متر ونص قماش، القماش ده تركي خفيف، واخد متر سادة، اللون السادة ده، يبقى 4 متر ونص قماش منقوش. نقدر نختار اي قماش هتعجبنا، ومتر قماش سادة برضو بنختار اللون اللي يعجبنا على حسب اي لون من الالوان اللي موجودة في الطقم كده. يا رب الطقم يكون عجبكم. الطقم كده نقول تاني بقى اخر حاجة، الطقم ده 4 متر ونص قماش منقوش، ومتر قماش سادة، واخد حوالي الركامة دي اخدت حوالي توب او توب وشوية كده يعني، توب وكم متر كده من التوب التاني. بس هو الركامة بصراحة خلت له منظر جميل جدا، عملت له منظر حلو اوي اوي. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش تعملوا اعجاب وكده عشان تشجعوني اعمل لكم حاجات جميلة كده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع السلامة.